تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج صوتكم. نستمع إلى تعليقاتكم ومشاركاتكم من خلال أرقامنا التي تظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم، وأيضا من خلال خدمة الواتساب التي تقدمها قناة الرافدين، والتي تمكنكم من إرسال رسائلكم النصية التي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. قبل الدخول في التفاصيل مشاهدينا الكرام، نود التنويه هنا إلى أن تردد قناة الرافدين الجديد كما ظاهر على الشاشة أمام حضراتكم هو 10727 على مدار القمر نايلسات. يرجى من حضراتكم من الآن مشاهدينا الكرام ضبط أجهزتكم والانتقال إلى التردد الجديد لمتابعتنا في كل جديدنا. اليوم الموضوع سيكون مشاهدينا الكرام على الهجمات المستمرة، إن كانت على الساحة على الميدان بالسلاح من قبل الميليشيات الأحزاب الحاكمة أو الحكومة تجاه المتظاهرين، أو إن كان هجوما إعلاميا أو على منصات التواصل الاجتماعي تحت ما يسمى بالذباب الإلكتروني. هناك هجمات مستمرة تواجهها ثورة تشرين ويواجهها المتظاهرون المعتصمون في ساحة التظاهر، الذين حتى هذه اللحظة قدموا أكثر من 1000 شهيد وأكثر من 30,000 جريح بينهم معاقين جراء الاعتداءات الحكومية والميليشياوية عليهم. مع هذا يوصفون أو وصفوا ويوصفون الآن بالعمالة، بالخيانة، بالتواطؤ، بأولاد السفارات، بالجوكرية، وصفوا بأوصاف كثيرة. وصلنا الآن إلى مرحلة تتحدث بها ميليشيا العصائب بزعامة قيس الخزعلي، هذه الميليشيا التي تحمل السلاح خارج إطار القانون، حتى وفق الدستور الذي وضعه الاحتلال هو غير معترف بوجود هذه الميليشيا أو بوجود أي فصيل مسلح. هذه الميليشيا التي قتلت العراقيين، التي اعتقلت، التي أرهبت الناس، تتحدث الآن تقول بأن المتظاهرين هم مخربين، المتظاهرين مخربين. وهذا التصريح خرج على لسان النائب عن كتلة صادقون التابعة للعصائب عدنان فيحان، الذي قال إن 3% فقط من المتظاهرين هم سلميون فقط، بناء على معلومات أدلت بها لجنة الأمن والدفاع في البرلمان. طيب، يقول فيحان إن اللجنة أكدت أن 97% من المتظاهرين غير سلميين ومخربين بحسب تعبيره، وأضاف أن حرق مقرات الأحزاب وهدمها باستخدام الشفلات وغيرها لا يندرج ضمن التظاهر والمطالبة بالحقوق. وحذر فيحان من أن العراق سيذهب باتجاه الفوضى والخراب إذا استمر الوضع على ما هو عليه. هذه الجملة الأخيرة طبعا هي رسائل مبطنة لقمع مستقبلي سيتجه إليها أو تتجه إليه هذه الميليشيات. وطبعا هذا التصريح أو هذا الاتهام سبقه اتهام نور المالكي رئيس الوزراء الأسبق، الذي كذلك اتهم المتظاهرين بأنهم مخربين وفوضويين وما إلى ذلك من هذه الأوصاف. السؤال هنا، هل المخربين الحقيقيين هم المتظاهرون، أم من هي الجهات برأيكم مشاهدينا الكرام التي تعتبر هي الجهة المخربة بالعراق؟ هل يحق لميليشيا العصائب أن تتحدث عن التخريب وهي فصيل مسلح يحمل السلاح خارج إطار القانون، بعيدا عن القانون، بعيدا عن النظام، بل تتحدى بسلاحها سلطة القانون والدولة؟ هل يمكن أن توصف بأنها جهة غير مخربة، أنها جهة منضبطة؟ هل الميليشيات في العراق لا تندرج ضمن إطار التخريب والفساد والإرهاب؟ طيب، إذا كان المتظاهرون هم المخربون بالنسبة لميليشيا العصائب، فمن هم المصلحون؟ فمن هم المعمرون في العراق الآن؟ هل يمكن أن نعرف من هي الجهة التي وقفت على إعمار البلاد على نهضته لكي يأتي الآن العراقيون المتظاهرون في ثورة تشرين ليصبحوا هم المخربين؟ هذا سؤال. طيب، معنا اتصال الآن. السيد أبو عمر من بغداد، تفضل يا أبو عمر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. حياك الله، تحياتي لك أستاذ محمد ولقناة الرافدين ومشاهدي قناة الرافدين. الله يسلمك. والرحمة على شهداء ثورة تشرين البطلة والمباركة. نعم. والخزي والعار لأحزاب السلطة، وأيضا الرحمة على شيوخنا العظام ومنهم الشيخ الكبير المرحوم الفاضل المرحوم حافظ الظاهري رحم. نعم. الله وكل الله فسيح جناته. نعم. أستاذ محمد، بالنسبة موضوعنا، موضوعكم لهذا اليوم. نعم. عن اتهام الميليشيات والأحزاب، يعني نقدر نقول
تابعين العمالة الأجنبية أو مخربين من هاي القبيل اللي يسموهم سلطة الأحزاب وسلطة المنطقة الخضراء باتهامهم على الشعب العراقي وهم ناس مخربين. يعني موضوعكم أستاذ يثير الغضب، يعني كمواطن أنا عراقي يثير غضبي أنه عايش بالعراق هاي السنين اللي ما شفنا خلال 14 سنة من هاي الحكومة وحكومة الأحزاب ما شفنا من عندهم أي خير وأي مبادرة من عندهم للشعب العراقي. نعم. يعني بصورة عامة أستاذ محمد، إحنا بذاك بهناي 14 سنة اللي عشناها حاولنا نريد نشوف على تعيينات ومصارع، وصل عمرنا للخمسين يعني كمواطن عراقي أتكلم فيها أستاذ محمد. نعم. وما شفنا أي تعيينات خلال هذه 14 سنة وما صارت. وبالاضافه انه عندي او اني واحد من ابناء الشعب العراقي، اولادي تخرجوا وكملوا الان قاعدين يمني، يعني لا لهم وظائف ولا اي شيء، واذا كانت اكو وظائف فهم لازم تكون وظائف الى منتمين الى احزاب. وهاي الاحزاب اللي هم قياداتهم اللي متواصلين اللي في وزاراتهم يطلبون مبالغ شده ونص على توظيف ابناء الشعب العراقي. طيب هذا الفساد اللي صارت اللي بيصير عندنا بالواقع الحال من سلطة الأحزاب والمنطقة الخضراء على يعني منح الشعب العراقي وظائف بمبالغ مقابل مبالغ يعني عالية جدا. لو كان عندنا هاي المبالغ فكانت توظفنا وصرنا. طيب اللي ما عنده مبالغ شلون يكون يقدر يتوظف ويشوف أمره؟ يروح يتظاهر ويطلب انه يريد له وطن او يريد له فد عمل يعمل به او كحق مواطن عراقي يشوف. منو اللي استمع يا ابو عمر الى اصوات المتظاهرين ومطالبهم بعد مرور قرابه سنه على التظاهر والاعتصام المستمر في ثوره تشرين، حتى الان يوصفون بانهم مخربين وعملاء وجوكرية ويعتدى عليهم بهذه الاعتداءات المستمرة ومجازر ارتكبت بحقهم؟ يعني هذا عدنان فيحان عضو في كتلة صادقون التابعة للعصائب يقول بأنه استخدام الشفلات لحرق المقرات وهدمها هذا ليس من يعني ضمن التظاهر والمطالبة بالحقوق. طيب مو أنتم الناس طلعت الطالبة بحقها وأنتم ما حد سمع، بالعكس العصائب ارتكبت مجازر في بغداد بحق المتظاهرين، منو اللي يسمع ومنو اللي ينفذ؟ استاذ بالنسبه هي الاحزاب السلطه اللي موجوده بالعراق، يعني احنا نعرف واقع حال المواطنين عايشين بالعراق، يعني اذا كانت العصائب قياده قيس الخزعلي واذا كانت منظمه بدر واذا كانت سراي السلام بقياده مقتدى الصدر واذا كانت حزب الله بقياده ابو علي وإذا كانت حزب الدعوة بقيادة المالكي، كافة هذه الأحزاب الأستاذ لهم مقراتهم في بغداد والمحافظات. يعني هاي المقرات اللي موجودة كل هاي الأحزاب تملك جيوش قوية إلكترونية بأمرة هذه القيادات وتحريكهم على الشعب العراقي في أي تظاهرة في أي صوت يطلع من الشعب العراقي يريد وطن أو يريد تعيين. طيب اللي كثر الشعب العراقي مو هم نفسهم هذول الأحزاب اللي موجودة عندنا؟ مو نفسهم قبعات الزرق، مو قتلة المظاهرين، مو جرد إذن اللي قاله اللي مقتدى جرد إذن سويت لهم للمتظاهرين. طيب قيس الخزعلي اللي وقتها في انضرب احد اشخاصه بالمقرات العماره مو قال اخذ صار المربع لهم؟ طيب هذه الادله اللي هم على لسانهم على وضعيتهم اللي مو هم كتلوا الشعب العراقي، كيف ياخذ صار المربع من ابناء الشعب جلدته اذا كان عنده وطنيه وحب لشعبه؟ هذا شخص من عدن كتل وخذ الثار مربع وكتل وسوى مجازر في السنت وبغداد والناصريه ونجف كل المحافظات. ايضا ايضا وايضا كافه المجاميع اللي موجوده في احزاب السلطه وتعاونهم مع هذه القيادات واتخاذ الاوامر لازم تفريق هذه المظاهرات بالقوه وطعنهم بالسكاكين واعتقالاتهم. هذه الامور اللي صارت عندنا في بغداد والمحافظات، هل انه الشعب العراقي يبقى متحمل على الوجع اللي عايش به طيله 14 سنه؟ يعني ماكو بالدنيا انسان يتحمل 14 سنه عايش بظلم ومأساة ويسكت من هذه الحكومه. طيب احنا العراقي اذا احنا عايشين به ما شايفين به اي خير وما شايفين به اي مبادره من هذه الاحزاب،
يعني ممكن ان يقتلونا ويقمعونا ان بس ساكتين. فاحنا كمواطن عراقي ما نسكت، ما نسكت طيب. نهائيا، ورافضين هاي الاحزاب السلطه اللي هي دمرت العراقيين. انا اشكرك يا ابو عمر. باقين نعم انا اشكرك، وضحت الفكره، شكرا جزيلا ابو عمر من بغداد. ويانا سعد من الكويت، تفضل يا سعد. مية ترى ذيك أستاذي يا مرحبا، هذه هي أستاذ تهم باطلة غير قانونية، هذه تهم باطلة غير قانونية وما بني على باطل فهو باطل. هذول أصحاب حق المعتصمين والمحتجين أصحاب حق قانوني ودستوري، النشامة والزلم تريد حل، لكن المرجعية وين دورهم بالتوجيه والتوعية والنصح يا أستاذي؟ أيضا تريد عمل وكذلك إصلاح الخلل، وتريد الناس والمجتمع أمن وأمان يا أستاذ في المرافق العامة. وآخر الكلام ندعو الله لنا ولكم بالرحمة والغفران، تحياتي لك. شكرا جزيلا سيد سعد من الكويت. أبو حيدر من الموصل تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. شلونك؟ الله يسلمك، الحمد لله. والله أخي على مدى السجناء. نعم تفضل تفضل اسمع. السجناء السجناء هذا ولد ما قرر 6 سنين 7 سنين، وطلعت اكو بعد المقاطع على التاكل موجود عثمان على وين بيها مقطع، يعني بالمقاطع اللي احنا نعرضها معنا. ابنك موجود؟ ايوه موجود. نعم والله يا ابو ممز احنا على العقرب بالضبط، العقرب وقضاء وما نعرف كل شيء من هذا اليوم، هذا دخلنا في السنه الخامسه. نعم وما تعرف ميت طيب ما تعرف والله العظيم، يعني والله العظيم بزعنا ميت، قولوا لنا يا ابو هذا ميت طيب، قولوا لنا هذا طيب. صار له كم سنه؟ صار وباء على الموصل والله يا اخي تحرير، والله جام بيت. نعم والله جام بيت. عادنا مقطعكم الكريمه وانتم ناس وطنيين دعونا منظمات. نعم والله العظيم يعني والله تعني حتى اكو معلومات الله يشهد، يقول لك هذا السجناء القافلينهم هذا الزجاج والعقرب ولا تقول مدينهم على ايران. على ايران. والله سمعت. نعم. زين هذا ابو سروان الناصر هذا العبادي هذا والله ما شرحوا بن عشيه. ابو سروان الناصر هو الهجف وقت التحرير يجي بالطيارات مناشير على الموصل، اطلعوا من هذا المكان امن. نعم. وتصيدهم الميليشيات وتاخذهم وما نعرف عنهم، والله احنا على ضوء المناشير الزتن طلعنا. نعم. وخذوهم يابا ما هذا يقول ليش لحيتك عاليه وهذا يقول هويتك جنوبيه وهذا صحيح كل هاي السالفه ما نعرف عنهم كل شيء والله. والله تعبنا يا اخي والله تعبنا، لا لين ولا نهار ولا نهار. نعم. والله العظيم بعد الشوط ميت وهذا ميت، اعلنوا بالتلفزيون قولوا يابا هذا ميت طيب، قولوا لنا يابا بفلاحتك تحرر ما الزلم ما حد تقدر تطلب السجن هذا ابدا، خاصه الحريم هي اللي تروح تسجن، شو تسوي؟ والله شو تسوي؟ اسعد حالك تطلع على الناصريه على بغداد كل من تروح هذا تروح على من اول ما الزلم ما حد تقدر ما حد تقدر. نعم وانتم معلومات هذه اريد اكتبكم اخويا منظمات دوليه حاكمنا المنظمات الدوليه. نعم العراقيين ما نرجى بهم خير، الله بذلك الحكومه ما نرجى، انت امن الخير مع دول الامريكي وما تامن خير بالحكومه العراقيه، الله بدا وصلت الى العداله. اني اشكرك يا ابو حيدر ووصلت فكرتك وان شاء الله صوتك يوصل طبعا وهذه المناشده، والله يكون بعونكم على ما ابتليتم به. يعني قال احد المشاركين معنا احد المتصلين في وقت سابق اليوم، هو كان عنصر سابق في الحشد الشعبي من المتطوعين الأوائل الذين خرجوا للتطوع للمشاركة بالعمليات العسكرية، قال لم أستطع احتمال فكرة أنه يدخلون الميليشيات عصائب وبدر ومن وياهم حزب الله وغيرهم من ذول الميليشيات يدخلون للمناطق يعتقلون الناس يخطفون الأبناء بلا مذكرات قضائية، الموضوع مجرد أنه عرفوا أنه هذا سني خلينا نحكيها بهذه الطريقة لأن هو هذا الهدف كان، ويجيبوهم ويأخذون سياراتهم ويصبغوها باللون العسكري وينشحن الابن أو ينأخذ هذا الشخص إلى مكان مجهول لا أحد يعلم ما مصيره، ربما قتل ربما في سجون الميليشيات السرية. هذا كلام من شخص هو موجود ضمن هذا الحشد اللي اليوم الموضوع ده نتكلم عنه ونسأل من هم المخربون في العراق، من هي الجهة التي تخرب؟ هل يحق للعصائب أو غيرها من يحملون السلاح أن يتحدثون ويقولون بأن المتظاهرين هم المخربين؟ هل هذا كلام أصلا منطقي أنه يسمع في العراق في وقت
الخزعلي والصدر والحكيم وغيرهم من هذه الأسماء وزعماء الميليشيات يثيرون الذعر والرعب في نفوس المواطنين ليل نهار، هل هذا كلام منطقي أصلا أن يخرج من العصائب؟ معنا السيد أبو محمد من السماوة، تفضل. السيد أبو محمد من السماوة موجود. ألو أسمعك أستاذ. تفضل يا أبو محمد، حياك الله، أهلا وسهلا. الله نحييك، الله يسلمك أستاذ محمد. بالنسبة للما يتداول على ألسن نعم الأحزاب والميليشيات في الفترة الأخيرة أمثال المالكي وقيس الخزعلي وأنه الثورة اللي قاموا بها الشباب نعم شباب تشرين، هي يأتي في مسلسل شيطنة التظاهرات وجعلها بشكل سلبي ومتوحش وإضافة الأسلوب الغير لائق بهذه التظاهرات. لكن هم بالسنة 1991 هم نفسهم دول الأشخاص أمثال المالكة وغيره واللي انتهوا من عندهم بال91 أيضا احنا عندنا صفحة الغدر والخيانة اللي كانت مولها إيران واستغلت ظرف العراق والنزاع اللي كان دائر وحرب الخليج الثانية نعم وكانوا يقومون بما يسمى فيما بعد وقالوا انها هي ثورة الشعبانية وهي ليست كذلك، واحنا كنا موجودين وواعين لهذه الفكرة حتى لنا بعد بس بالتفاصيل ابو محمد. نعم انا فاهم حضرتك بس حتى لنا توسع بالفكرة. اي نعم استاذ، يعني قصدي اني انه هم اكو مثل عندنا يقول ماذا تظن يا اعرابي بنفسك اظن ما بنفس العفو. نعم. فهم يظنون ما بانفسهم هو ما يصير عندنا هسه عند الشباب. نعم هذا هو المقصود استاذ من طرحي للقضيه من البدايه. نعم. انه يريدون انه لان هم يعرفون انفسهم هم مسوين الجرائم البشعه وهم مرتكبين كل الامور، فيقولون انه الشباب الثوري دول هم مجرمين ونسبه مخربين نسبتهم 3%. نعم مخرب. يعني انا اسال سيد ابو محمد، اسال حضرتك، يقول عدنان فيحان نعم. هو عضو ميليشيا العصائب نائب برلماني، يقول بانه نعم. لجنه الامن والدفاع نعم. في البرلمان طلعت بهذا التقرير تقول بانه نسبه السلميين بالمتظاهرين 3% و97% مخربين. طيب لجنه الامن والدفاع هاي اصلا نعم. واحد يصدق بهالكلام الحكومي؟ يعني التقارير الحكوميه اللي صادره من البرلمان هي تقارير يعتد بها، تقارير ثقه ان واحد يباوع عليها اصلا ويعطيها فرصتها لقراءتها؟ اكيد ما نتلائم ويا كلام هذا المصدر اللي هو ما يسمى بلجنه الامن والدفاع في البرلمان. نعم. لان لا تسمع كلام الكاظمي يقول انا وين المتظاهرين وانا مع سلميتهم وهم ناس سلميين. زين الميليشيات تحكي غير شكل، تقول لا دول شياطين ودول مخربين و 97% من عندهم مخربين. نعم. فاذا الحقيقه وين؟ الشعب يعرف هذه الامور وما تنطلع لي هاي الاكاذيب ولا راح يصدق بها. وقلت لك استاذ محمد هم يريدون يشيطنون شغله الثوره، لان انا اعتقد انهم ما عندهم مشروع جديد راح ينفذونه ضد الشعب وضد الكاظمي اللي هم على خلاف وياه اساسا. وقبلها قالوا انه هذه التظاهرات يقودونها البعثيين وغيرها من التشبيهات مثل ما شوهوا التظاهرات السلميه اللي قاموا بها ابناء المناطق الغربيه. وايضا اتهموها بالشيطنه واتهموها بانها هي تنتمي الى تنظيمات دينيه متعصبه ومتطرفه في ذلك الوقت، وايضا سحبوا الحمايه عنها وسحبوا الجيش بمؤامره من المالكي. وفعلا تمكنت تلك التنظيمات الارهابيه الذين هم كانوا المالكي هم وايران هم اللي مكنوا تنظيمات المتطرفه في تلك الفتره بالسيطره على المناطق الغربيه والقيام بالافعال الشنيعه التي مورست ضد وضحت فكرتك. نعم سيد ابو محمد انا اشكرك شكرا جزيلا للمشاركه، وصلت فكرتك ووضحت. معنا السيد ابو ياسين من بغداد، تفضل يا ابو ياسين. تحياتي لك اخوي على قناه الرافدين.
حياك الله، اهلا وسهلا. اخي من سياده الاحزاب العميله قالوا عليهم مخربين. زين انتم هاي صار 17 سنه فلشتوا الموصل وفلشتوا دياله وفلشتوا الانبار وفلشتوا كل المحافظات. نعم. انت شنو اللي تسمون امام العالم؟ حتى اللي مثلكم. نعم. انت ناس مجرمين، انت حلفاء لامريكا، حلفاء لايران، حلفاء لاسرائيل. انتم يعني بس تبدا عرف هذا البلد شو مسوي للناس؟ شو مسوي؟ يعني اكو دوله عربيه وغير العربيه يعني ما وقعت بضيق والعراق ما ساعدها. يعني العراق بس اريد اعرف انتم شنو جناسيكم؟ بس اريد اعرف. انتم حلفاء لامريكا، البلد دمرتوه، صيروا واحد ان شاء الله فلوس عندكم وبرلمانيين كلكم. اخي يعني ابنه سووا، ايش تنتظرون؟ هو البشر عمره 60 سنه ويموت، 60 او 70، امشوا عدل. بس هذول اقول لك هذول ثوار، ثوار وغصبا على الاحزاب كلها. نعم. امام الواعي وغير الواعي، ثوار جايين من طلعوا من اجل البلد. البلد وقع خسر 17 سنه. يعني هسه اني مطارد من 2008 اريد احكيها. نعم. يعني تدري هسه اني ليش ما جاي اتكلم انا وياكم؟ انا مطارد ويعرفوني انه انا جاي اتصل. انا شرف بغداد جاي انام بالفنادق، جاي انام، يطاردون بي الميليشيات. ليش؟ الميليشيات والمنافقين. اخي المنافقين جاي يشتكون من وراي. يعني هسه انا جاي ادافع عنكم، انا جاي ادافع عن العراق، انا جاي ادافع عنكم. انتوا ليش هيك تنافقون علي؟ يعني هسه انا بكتر وعائلتي بكتر، يعني جاي بالبوقه، مش شوفني انا ما جاي اتصل؟ خليكم بعلمكم اخي استاذ. طيب. محمد. سيد ابو ياسين طبعا نعم تفضل. اي والله جاي يطاردون وراي المنافقين، جاي يكون علي يم الميليشيات. طيب. يعني انا رجل وطني، يعني استاذ محمد اللي يحب بلده يعني هيك يصير مطارد؟ انه هم مجرمين والله، لو عندهم روح وطنيه كان خلوني انا بمنصب، كان خلوني مسؤول، يعني كيفون بي. بس اخي ناس مجرمين. طيب انا اشكرك. نعم وصلت فكرتك يا ابو ياسين. طبعا التاكيد على كلام السيد ابو ياسين من بغداد، عدنان فيحان اثناء كلامه، وطبعا هو يبدو مؤتمر كان، قال بانه يعني اثناء الكلام بالنسبه للعماله للاخرين، قال بانه في الانتخابات القادمه سنضمن 20 مقعد بالنسبه لكتله صادقون ببركه الولي الفقيه. وهذا طبعا يعني اعلان واضح للولاء لايران والتبعيه لايران. الموضوع يعني موضوع الولاء وموضوع الانتماء هو معروف. فالسيد ابو ياسين لما يقول انا دافع عنكم، هو الكلام يعني يبدو خان التعبير. هؤلاء لا ينتمون الى العراق، هؤلاء ولاهم الى ايران باعلانهم هم، بتصريحاتهم، بحديثهم. هذا الموضوع حتى ما يستحون انه يقولوه على وسائل الاعلام، طبيعي بالنسبه لهم. وقالها البطاط سابقا، وثق البطاط بانه لو جرت حرب بين العراق وايران ساقف واقاتل مع ايران. وقاتل هادي العامري في وقت سابق مع ايران ضد العراقيين، وقتل من العراقيين الكثير. اذا نسال من هم المخربون في العراق حتى تخرج العصائب لتتحدث وتقول بانه نسبه المخربين 97% من المتظاهرين و3% بس هم السلميين. طيب هذا القياس بني على اي اساس؟ اللجنة الأمن والدفاع أصلا بنيت أو بنت قياساتها أو حساباتها أو الإحصائية على أي أساس؟ على أي أساس اعتمدت؟ طيب لما هم عندهم ما شاء الله هذه الدقة بالمعلومات، لماذا لم يخرجوا بالجهات التي قتلت المتظاهرين والتي أحرقت خيام المتظاهرين والمعتصمين واعتدت عليهم وارتكبت مجازر؟ لجنة الأمن والدفاع المعنية بالأمن والدفاع لم تخرج حتى اللحظة باسم الجهة أو الجهات التي قامت بالاعتداء على المتظاهرين وارتكاب انتهاكات ضدهم، في حين تخرج بتقارير تتحدث عن نسبة المخربين ونسبة السلميين. يعني هذا، هل هذا يعقل أصلا أو هذا كلام منطقي أن يحصل في العراق؟ طبعا في الحديث طبعا المستمر عن ثورة تشرين، المتظاهرون في محافظة واسط اتهموا المحافظ محمد المياحي بالتورط في استهداف ساحات الاعتصام، مطالبين بإقالته الفورية وتحقيق جميع مطالب ثورة تشرين. أكد المتظاهرون أنه بالتزامن مع استلام مدير الشرطة الجديد وزيارة وزير الداخلية للمحافظة،
هاجمت مجموعة مسلحة تابعة للمحافظ محمد المياحي ساحات الاعتصام وأطلقت العيارات النارية على المتظاهرين. أضاف المتظاهرون أن الهجوم كان مخططا له ووقع أمام مرأى ومسمع القوات الأمنية، وشددوا على تمسكهم بمطالب ثورة تشرين طبعا على رأسها إسقاط النظام وإزاحة أحزاب السلطة الفاسدة. طيب نذهب الآن إلى فاصل قصير مشاهدينا الكرام ومن بعده نعود، ابقوا معنا. هاي 20 هات خطار الناس اللي احنا بس عبرنا. يلا هاي هاي لان اخر شيء بجيبه. لا 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 والله هاي طيب يا اخوي. يلا سيد امور ارجع منها اكثر وارجع على يعني راح تحاكي هسه يعبرني؟ ارجع ما ارجع اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. المقطع اللي شاهدتموه طبعا الصورة به غير واضحة بسبب محاولة المصور اخفاء الكاميرا حتى لا يقع في مشكلة. سيطرة مدخل محافظة النجف طبعا كما استمعتم، نقاط تفتيش تبتز العالم، ادفع حتى تعبر وما تدفع ما تدخل، 25 ألف تسعيرة، 25 ألف دينار عراقي على كل سيارة تدخل إلى المحافظة، بزي مدني طبعا لازمين الموضوع الجماعة، ويبتزون العالم بفرض الإتاوات بهذه الطريقة على الناس، تدفع تعبر. وطبعا الحكومة مو يم الموضوع. طيب هذه السيطرات اللي منتشرة بكل المحافظات العراقية، اللي إذا كانت الطريقة حتى أنا أدخل مكان أنه أدفع فلوس، ما ممكن أنا كشخص أو أي شخص آخر يحمل يعني ضغينة، يحمل هدف شرير في نفسه أنه يدخل بمتفجرات أو بسلاح أو بمخدرات أو بكحول أو غيرها من هذه المفاسد إلى داخل المحافظة معينة ويثير مشكلة، إن كانت متفجرات يستهدف الأبرياء أو مخدرات طبعا أيضا هو يستهدف المجتمع بشكل عام. ألا تتم من خلال هذه السيطرات بالأتاوى التي تدفع العبور بدون حتى الخضوع للتفتيش؟ وهذا ما يحصل بكثير من السيطرات في العراق. معنا السيد قاسم من صلاح الدين، تفضل يا قاسم. قاسم من صلاح الدين موجود؟ غير جاهز. السيدة أم أزهار من بغداد، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحييك وحيي هاي القناة الحرة العظمى عامليها. أنا وسهلا. بالنسبة الفصائل هي حاملة السلاح. نعم. وهم من يتهمون المتظاهرين بالقتل وهم شايلين سلاح وهم يفجرون وشايلين سكاكين. نعم. الفصائل هي اللي تقتل وهي اللي هي المجرمه. نعم. لان الفصائل منين جماعه هادي العامري اللي قتل 8 سنوات قتل العراقيين. نعم. وجماعه المالكي اللي 8 سنوات حكم بالطائفيه وقتل السنه. نعم. وجماعه الخطعلي اللي بالاخير صار ادمي وقام يعرف يحكي وهكذا من هالنماين الموجوده. يعني هذول الفصائل اللي لا يتهمون ولا يقرون وانما مجرمين، هذول كلهم مجرمين، ناس مجرمه تقتل البشريه وتتهم الاخرين. هذه هي، هذا هم يعتدون على المتظاهرين. نعم. لكن المتظاهرين ان شاء الله هم اقوى من هذول. نعم. اقوى منهم طول ما هذول المتظاهرين ينادون ببلع
جسد نظيف شريف، ما يردون واحد يقتل وينهب ويسلب ويبوق، ينادون بحرية وببناء وبمستقبل لهذا البلد، ويردون يتوظفون. هذول اللي كلهم ماخذين شهادات عليا يردون يتوظفون، يردون يعيشون، وهذول مسؤولين على الاكو والماكو. انا بس اقدر اشوف هذول المنافقين اللي قعدوا على الكراسي، ما شبعوا 17 سنة لكم، ما شبعتوا وراكم باكو حساب وكتاب. ما شبعتوا بوق، ما شبعتوا قتل، ما شبعتوا نهب. يعني يمتى راح يشبعون يا عيون الجوعانة؟ يمتى راح يشبعون؟ يمتى ما عرف يمتى راح يشبع هالبشر اللي اجانا من كوكب اخر؟ اجانا هذول هاي من ايران، هاي نماذج ايران، هاي نماذج ايران اللي قاعد تحكم هنا بالبلد. وان شاء الله احنا المنتصرين عليهم باذن الله، طول ما عندنا شباب واعيه وقوه قويه ان شاء الله احنا المنتصرين على هذول الجوعانين والعريانين. وانا اشكرك. شكرا جزيلا. ابو زكريا من كركوك تفضل. الله يسلمك، حياك الله، اهلا وسهلا ابو زكريا. الله يحفظ كل العراقيين. الله يسلمك. انا منك اسمي محمد الحناده. يعني انا هذاك الوقت يعني عام الوحده كان زمن. شلون ابو زكريا؟ ما افهم عليك سيد ابو زكريا، ممكن تعلي صوتك بلا زحمه؟ استاذ محمد اهدي على هذه العامري. نعم. انا هذاك الوقت كنت عام الوحده من وحدي 97 واحد بالسيارات وصلت. يعني هاي الشعب العراقي هذول الرجال الكبار العسائر، يعني ما عرفوا هذا سوى يعني شدهم بسيارتين شدهم وصلتين بالشوش بمنري المكان. يعني هاي والله شاهد العيال الله وكذا، بس 97 واحد هذا الكافر، يعني حتى الكافر يعني حتى الكافر الحيوان يخلي قدامه ما يبز. والله هذا انجح الكافر. طيب يعني اسعد متظاهرين فوق 800 خطيب و 30 الف جريح، من قتلهم غير هذه عامري وخزعل وغيره غيره؟ يعني يا استاذ محمد. نعم. وضحت يا ابو زكريا، انا اشكرك. نعم اشكرك حجي ابو زكريا، انا اشكرك، وصلت فكرتك. طبعا عندنا رساله يقول احد المشاركين، تحيه طيبه، اكلمك عن تجربتي الشخصيه في الصفحات العراقيه. اذا انتقدت ايران تقوم الذيول بالتبليغ عنك، وانا تم حظري 4 مرات. يعني الذيول حتى مسوين جيش ميليشياوي على منصات التواصل يدافعون عن ايران اكثر من العراق. وشكرا السيد ابو يوسف من الدنمارك، انا اشكرك للمشاركه. نعم هناك ذباب الكتروني او ما يعرف بالذباب الالكتروني والجيوش الالكترونيه التابعه للميليشيات والاحزاب. هناك حملات ممنهجه لاستهداف المعارضين للحكم في العراق، الاحزاب، ايران. هناك استهداف اما بالتهديد او كما يقول السيد ابو يوسف بالتبليغ المستمر لحظر الحسابات. يقول احد المشاركين، اخويا محمد، والله كل اللي اخذوهم من الحاسبه ابرياء، حالهم حال بزيبز والرزازه والمخطوفين من السيطرات. ماكو واحد مجرم يروح للحاسبه او الى منطقه من هذه المناطق الا ذكرناها اللي ذكرناها، واشتغل فن التعذيب ويقول لك اعترفوا عمي كافي ظلم كافي. طيب من معنا الان؟ السيد علي من السماوة تفضل. السلام عليكم، تحية لكم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله. حياك الله يا علي. حبيت أشارك واقع أو رأيي بهذا الموضوع حقيقة. وأغلب المواضيع اللي تطرحوها جاي تلامس الواقع العراقي والشارع العراقي. نعم. بالنسبة للتهم المسلسلة والجاهزة اللي دائما يكيلونها الاحزاب السلطه الفاسده، طبعا حدث ولا حرج.
من ابناء السفارات الى ابناء شو اسمه هواي شغلات. بس هم ما يظنون نفسهم يعني مثل ما يقول الجمل لو راى حدته تنكسر رقبته. فهم اساسا هم عملاء. نعم. هم اساسا كبير العماله والخسه والنذاله. ويسقطون ويشيطنون المتظاهرين ويسقطون بيهم. نعم. عليهم يشوفون نفسهم باي قاع وباي فساد وباي ذله وباي خسه هم بالنسبه للاحزاب الموجوده بالسلطه. وخاصه الاحزاب الاسلاميه. يعني حقيقه الاحزاب الاسلاميه شوهوا حتى الدين الاسلامي بافعالهم الدنيئه. نعم. بالقتيل والارهاب والفساد وكل المنبوكات. يعني وش حدث ولا حرج. طيب يعني احنا 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 شنفتهم سيد علي من يقول عضو ميليشيا العصائب عدنان فيحان يقول بانه 97% من المتظاهرين مخربين. طيب شنو لعد دور العصائب بالعراق؟ العصائب ايش سوت بالعراق؟ هل عمرت؟ هل بنت؟ هل بنت مستشفى؟ هل بنت مدرسة؟ اي عصائب ام المصائب. العصائب ميليشيا طبعا كارثية. ميليشيا قتلت ابناء الشعب العراقي وهي احد نعم ابناء من سلسلة من التخريب والقتل والترهيب. والان تدعون انهم المقاومه. على اي اساس انتم تدعون المقاومه وانتم اصلا جاي تفتون بابناء الشعب العراقي بس تفتون؟ نعم. يعني المقاومه المفروض تكون انه يعني اكو راي عام وطني لصالح هذه المقاومه. نعم. اي حق تدعون المقاومه وانتم تقتلون بابناء الشعب العراقي؟ هو نعم. الان يريد المقاومه من عندكم، هو اللي يقاومكم انتم. هاي الشباب اللي جاي ضحي بارواحها من اجل مقاومه الاحتلال الداخلي. احنا الان محتلين من قبل الميليشيات وعلى راسها ميليشيات العصائب. نعم. والتيار الصدري وكثير من الميليشيات اللي موجوده. نعم. كافي بعد سكوت. طيب انا هذا كله اللي تفضلت به حضرتك، ولحد هسه احنا ما طرحنا طاري مصطفى الكاظمي. مصطفى الكاظمي لما دا يشوف هاي الاصوات، لما دا يشوف اكو ميليشيات بالعراق تشيل السلاح وترهب العالم وتثير الفوضى وتخرب، طيب هو وينه وينهم؟ ليش ما دا يتحرك تجاههم؟ هاي الوعود اللي اعطاها لحد هسه، يعني الميليشيات نفسها كتله الفتح وغيرها التابعه لهادي العامري ومقتدى الصدر وغيرها يقولون صار لاربعه اشهر او خمسه اشهر ما حقق اي شيء للعراقيين، ما قدم اي شيء للبلد. طيب هاي الميليشيات نفسها تقول مصطفى الكاظمي الى من دا يعطي هاي الوعود؟ حيظل يقضيها وعود تلفزيون؟ عزيزي واحنا يعني قبلنا بالكاظمي حقيقه على مضض بصراحه. الكاظمي هو احد الشركاء الرئيسيين بالمجازر اللي حدثت بالعراق. هو رئيس مخابرات الدوله العراقيه يا عزيزي. نعم. صار لأكثر من 8 سنوات هو رئيس هذا الجهاز المهم. نعم. والحساس. نعم. وهناك دماء وهو متسبب بهذه الدماء. نحن قبلنا على اعتبار انه مستقيل ومحايد ولا يعني حتى نقول يعني مو عنيد. نعم. لكن للاسف الخط البياني للكاظمي الان بدا للشارع العراقي بالتدهور وبالنزول. قبل حددنا الى 100 يوم او حد التيار الصدري، احنا حددنا بالنسبه لنا، احنا ما لنا علاقه لا بالتيار الصدري ولا بالعصائب ولا بشو اسمه، احنا مستقلين بالنسبه للمتظاهرين. احنا نقول الكاظمي خلال هذه الفتره اذا ما تحصل السلاح من يد الاحزاب والميليشيات والعشائر سوف تكون لنا وقفه رجل واحد. الشباب ملت وجزعته كافي بعد، كافي انتهينا. شعب تدمر منا كورونا ومنا البوغونا وتدمرنا. نعم. كافي بعد، كافي ملينا. شنو هسه ما جيت مثلا شنو ذول بشر؟ يعني عجيبه، يعني جهارا نهارا جاي يطرحون الفساد مالتهم والقتل مالتهم بالشوارع. نعم. يعني نعم. عجيبه، يعني فوق هذا قتلك ودمرك ولا تحكي ولا تتكلم. نعم. ويريدون يردون انه يصدرون قانون تكميم الافواه في البرلمان العراقي، فنحضر البرلمان العراقي. نعم. من اصغر واحد الى اكبر واحد سوف نتحكم بالقنادر مع احتراماتي للسامع. نعم. اذا مسيت الشعب العراقي
انا اشكرك يا سيد علي. نعم انا اكتفي وياك بهذا القدر سيد علي من السماوة، انا اشكرك للمشاركه. طبعا يعني من يستمع الى تصريحات من العراقيين من المتصلين حتى هذه اللحظه، من استمع الى هذه التصريحات حقيقه استهزأ بها وضحك عليها، لانها خرجت من جهه معروف عنها التخريب واثاره الفوضى واثاره الذعر والارهاب بين نفوس المواطنين، جهه تحمل السلاح خارج اطار القانون طبعا، تسيطر على مناطق معينه في بغداد وخارج بغداد، مناطق خاضعه لسيطرتها خارج سيطره الحكومه، خارج سيطره السلطه في بغداد. هذه الجهه تدين بالولاء لايران علانية يعني وصراحة، والموضوع ما بيمستحى بالنسبة لهم، وتتحدث عن المتظاهرين الذين رفعوا العلم العراقي وواجهوا بصدور عارية رصاص الميليشيات والحكومة والقنابل المسيلة للدموع التي استهدفت الرؤوس والصدور، يتحدثون عنهم ويقولون بأن هؤلاء مخربين. يعني حقيقة موضوع مضحك أنه يخرج هذا، تخرج هذه الاتهامات من ميليشيا العصائب. طيب في رسالة لدينا من السيد أبو حاتم من الموصل، يقول السلام عليكم أبو حاتم من الموصل، تحية طيبة للجميع أستاذ محمد المحترم. شكرا أبو حاتم. يقول العراق اليوم بعد التآمر من كل العالم المتمثل بالمنظمات الدولية لتدمير العراق، حصل ما حصل، تم احتلال العراق من قبل إدارة الشر أمريكا وإيران وأعوانهم الفاسدين في الخضراء، وقام الشعب العراقي بالتظاهر السلمي مطالب بأبسط الحقوق. لم تتحقق هذه المطالب بعد التظاهر السلمي عام 2011 و 2014 وثورة تشرين في 2019. الممثل الشرعي الوحيد للعراق اليوم، العراق أصبح من مسؤولية الشعب العربي كافة والعراق خاصة بدون قادة وحكام لهذه الدول العربية، بثورة كبرى وقوية بالتعاون مع الشعب العراقي وإنهاء دور الاحتلال وأعوانه الفاسدين في العراق. شكرا يا أبو حاتم. من معنا الآن؟ السيد مصطفى من مصر، تفضل مصطفى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. الله يكرمك. نحييك الأول ونحيي ثورتنا المجيدة ونحيي أخواتنا وأهلينا في جميع المحافظات العراقية. نعم. وندين ونستنكر خطاب الهمج البربري من قبل تجار الدين الخونة القتلة. يعني يا خونة الثورة بتحرككم من الاستعباد وبتدور على السلم والحب والتسامح والتطور واستقلال الوطن. تدعوا بالقذارة بتاعتكم على الثورة، الثورة بتحرككم من العبودية يا عبيد يا عبيد المستعمر يا خونة يلي مالكمش وطن ولا دين ولا شرف. الثورة بتنادي بالسلم بالحب بالتسامح بالتطور، بحكومة شرعية تمثل إرادة الشعب، شعب عاوز يتحرر، عاوز ينهض، عاوز يستقل، إنما شغل الهمجية وشغل البربر ده لا يمكن، لا يمكن ينجح. فأنا عقلي وفهم المنطق سلاح خارج إطار القوانين والشرائع والإعلان، تبطل الأبرياء في واضح النهار، وندين ونستنكر صمت الأمم المتحدة ومنظمة الرايند ووتش ومنظمة مونيتور وكل المنظمات المجرمة. أنتم مجرمين ومتواطئين مع المستعمر الأمريكي ومع الصهيوني خمين القاتل عدو الله. هي دي الحقيقة. الثورة لم تموت، الثورة في أعداننا في أوطاننا في شمسنا في أرضنا في دمنا، وقسما بالله وقسما بالله هينتصر العراق وهتنتصر يا أخي على هؤلاء القتلة. وأنا أشكر سيادتك. شكرا جزيلا سيد مصطفى من مصر. طبعا والحديث عن الجهات المخربة في العراق، المخرب الحقيقي في العراق، قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين خرج بتقرير يتحدث عن هذه الجزئية تحديدا. قال إن مقرات ميليشيات إيران داخل العراق تمثل قنابل موقوتة. هذا هو التخريب الحقيقي مشاهدينا الكرام. الميليشيات التي وزعت مخازن السلاح في المناطق السكنية بين الأحياء السكنية التي بين حين وآخر ينفجر مخزن سلاح تابع لهذه الميليشيات، يدمر ويخرب منازل المواطنين والممتلكات العامة والممتلكات الخاصة للناس، وكذلك يستهدف أرواح المواطنين. يقول القسم الحقوقي في هيئة علماء المسلمين في تقرير له، أشار إلى مقتل وإصابة ما لا يقل عن 500 مدني في 11 انفجارا خلال 3 سنوات في مخازن سلاح داخل مقرات غير قانونية تابعة لميليشيات إيران في العراق. وطبعا لما نتكلم عن ميليشيات إيران يعني العصائب واحدة من هذه الميليشيات باعترافها، هذا الكلام ليس اتهام.
إلى جانب ما تسببه الميليشيات الموالية لإيران من انتهاكات وجرائم وحشية بحق المدنيين الأبرياء. أوضح القسم أن مقرات الميليشيات كانت منشآت حكومية قبل الاحتلال والتي تم اغتصابها بالقوة بعد عام 2003، وما تزال مخازن الأسلحة التابعة لميليشيات إيران تشكل تهديدا مستمرا لحياة المدنيين، ما يجعل مسألة إبعاد أكداس العتاد تلك عن المدن والمناطق السكنية أولوية قصوى، وإلا فإن تلك المقرات ستظل قنبلة موقوتة قابلة للانفجار في أي لحظة تقررها طهران، وقد تؤدي إلى كوارث إنسانية. إذن هذا هو التخريب الحقيقي مشاهدينا الكرام. الميليشيات التي تتحدث عن النزاهة، عن الإصلاح، عن الإعمار، عن البناء، وتتحدث عن أطراف وطنية سعت إلى إخراج المحتل من العراق وتسعت إلى إخراج عملاء الاحتلال من العراق، يتهمونهم بأنهم هم المخربين، هم العملاء. هذا حقيقة يعني قمة بالمهزلة التي نراها في العراق الآن، عندما يسمح للميليشيات أن تتحدث أصلا وهي تحمل السلاح خارج إطار القانون. هذا هو قمة فقدان القانون وقمة يعني الفوضى التي يشهدها العراق الآن. في آخر الرسائل نقرأها لحضراتكم وهي الختام. السلام عليكم. العفو العام مطلبنا ونرفض الخاص. نطالب الكاظمي بالإسراع بإصدار قانون العفو العام قبل فوات الأوان. أوضاع السجون تسوء يوما بعد يوم، وأبناؤنا السجناء يعانون الجوع والعطش والتعذيب المستمر، إضافة إلى كثرة الأمراض المنتشرة داخل السجون. ووصلوا أصواتنا، العفو العام مطلبنا. بهذا مشاهدينا الكرام وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. نذكر قبل الختام أن تردد قناة الرافدين الجديد هو 1-0-7-2-7 على مدار القمر نايل سات. يرجى من حضراتكم من الآن مشاهدينا الكرام ضبط أجهزتكم والانتقال إلى التردد الجديد لمتابعتنا في كل جديدنا. بهذا وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة، وإلى اللقاء.